ادي شويه ميه، معاهم مكعبين مرقه، معاهم معلقه ثوم نيه، لورا بودر وحبهان بودر. انا كده عملت الشوربه اللي هحط فيها الملوخيه الطبيعيه بتاعتنا. شويه ملح، وخلوا بالكم ان انا حاطه مرقه. هقلب ده كله كده مع بعضه علشان الروايح الحلوه تطلع. وزي ما انتم شايفين كده انا حاطه حبه ميه قليلين خالص، وده الطبيعي برضو لما تيجي تعملي ملوخيه تحط شويه ميه قليلين، بس انا شايفه دول انه قليلين بزياده، فانا هعمل سنه بسيطه. اوعوا كميه الميه تخدع. طيب نرجع لحكايتنا. رحت ماسكه السبانخ اللي حطيناها في الشوربه بتاعتها، رحت ضربها في الخلاط ضرب مش ناعم قوي علشان ما تبقاش عامله زي اكنها بودر، ورحت حطاها في الشوربه بتاعتنا، ورحت عامله لها الطشه بتاعت الملوخيه عادي. والله العظيم ويشهد عليا ربنا، ورغده بتقولي القناه كلها تشهد على اللي حصل ده، ان فعلا ما حدش كل في اليوم ده السبانخ اللي متنكره في ملوخيه دي الا لما كله قال الملوخيه تجنن وتسلم ايديكي، كانت بتتشرب من حلاوتها. رجعت بعد كده قلت طب خلاص. وعايزه اقول لكم صاحب الموضوع نفسه، يعني هم نفس عرفوا القناه نفسها عرفت في اخر اليوم، لكن اللي كان طالب الملوخيه نفسه عرف بعدها بسنه. ليه؟ علشان كان بيحضر حلقه وبيمنتجها والكلام ده كله، وسمعني وانا بحكي، هو ما كانش عارف. لقيته بيكلمني، نونا وانت اكلتيني الملوخيه اللي انا كاتباها دي كانت سبانخ؟ قلت له اه. قال لي استحاله ان حد يعرف ان هي سبانخ، وهو ده اللي احنا هنعمله النهارده. عندي شوربه على النار، وعندي سبانخ مجففه والطشه بتاعتها تمام وزي الفل، وعندي الخلاط بتاعي اللي ما بينفعش ان انا اتعامل من غيره. انا هاخد شويه الشوربه دول واروح حطاهم في الخلاط هنا كده. بسم الله، شايفين شكل المرقه عامل ازاي بالشكل ده؟ وارجع الحله تاني عندنا على النار، واروح ماسكه السبانخ المجففه او المجمده، اروح نازله بيها على شويه الشوربه بالشكل ده كده، واروح قافله كده، وابدا ان انا اضرب. بسم الله، شفتوا انا ضربت ايه؟ ضربه واحده، ضربه واحده وصلتني للمرحله اللي انا عايزاها. ما تيجي بص كده معايا يا جيمي، بص للي هينزل من الخلاط، بصوا كده شايفين حبة المية الصغيرين اللي انا حطيتهم دول مخليين لي الملوخية بتاعتنا تقيلة، فانا هحط سنة بسيطة قوي بس كده. خضار وطعم وريحة ما شاء الله. عندي طاسة على النار هنزل فيها بشوية سمنة، ومش كتير، اهي معلقة بس كده. ثانية واحدة يا جيمي، تسيح معايا كده. الملوخية عندي على النار، او السبانخ اللي هي متنكرة في ملوخية هشيلها، مش عايزاها تغلي اكتر من كده. سمنة على النار، انزل بتومة تتشوح، ومش عايزاها تتحمر قوي علشان ما تمررليش الملوخيه الكدابه او السبانخ المتنكره في ملوخيه. اللي وجيمي مش قادر يقول لي كده، انت مش فاهم فعلا. بص كده، ادي الطشه بتاعتنا، ويلا يا جيمي. معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب انتوا متكرروا ورايا؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص معايا، لا خلاص هي شقه واحده بس. ادي الملوخيه او السبانخ اللي متنكره في ملوخيه عندنا النهارده، ما شاء الله عليها ريحه وطعم في منتهى الجمال.